أيها الإخوة، هذه الآية المباركة، آية الكرسي، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة حث على قراءتها وترغيب في تلاوتها وتوظيفها في أيام المسلم ولياليه. والذي ثبت عنه في هذا الباب أنها تقرأ قراءة موظفة راتبة في اليوم والليلة أدبار الصلوات الخمس، كما في حديث أبي أمامة الباهلي في سنن النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما تركتها عقيب كل صلاة، ما تركتها عقيب كل صلاة. ويشرع قراءتها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، لما ثبت في صحيح البخاري في قصة أسير أبي هريرة رضي الله عنه. والقصة طويلة، وفي تمامها قال له الأسير: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: صدقك وهو كذوب. ويشرع قراءتها في أذكار الصباح والمساء، مرة في الصباح ومرة في المساء، في قصة أسير أبي بن كعب رضي الله عنه، وهي قصة مخرجة في سنن النسائي ومعجم الطبراني وغيرهما. وفيها أن أبيا لما أمسكه وقال له: أجني أنت أم إنسي؟ قال: أنا جني. قال: ما الذي ينجينا منكم؟ قال: ينجيكم منا آية الكرسي، إذا قرأتها في الصباح أجرت منا حتى المساء، وإذا قرأتها في المساء أجرت منا حتى الصباح. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقك. فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي أمامة وحديث أبي هريرة وحديث أبي، تدل على مشروعية قراءة هذه الآية المباركة قراءة موظفة راتبة خمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ومرة عند النوم إذا أوى المسلم إلى فراشه، ومرة في الصباح ومرة في المساء. وليتنبه هنا أن هذه القراءة ينبغي أن تكون قراءة بتدبر وتعقل وتأمل وتجديد للإيمان واستذكار للتوحيد. ولهذا نبه أهل العلم أن هذه الآية ونظائرها من آية القرآن الكريم أثرها في العبد فرع عن عناية العبد بتدبر معانيها وتأمل دلالاتها. ولعلك هنا ينقدح في ذهنك سؤال: عن الحكمة في قراءة هذه الآية مرات وكرات في أيام المسلم ولياليه؟ وجواب ذلك أن ذلك كله استذكار للتوحيد وعناية بمقامه وتدبر لدلالاته وبراهينه، ليصبح المسلم في أيامه ولياليه لا يزال مستذكرا التوحيد، مستحضرا له، معتنيا بدلائله وبراهينه. وأقول هنا كلمة: من حفظ هذه الآية وفهمها وتدبرها وعقل مدلولها وحقق ما دلت عليه خرج من الشرك كله أوله وآخره، وخلص له توحيده بإذن الله تبارك وتعالى. فهي آية لها شأنها ولها مكانتها ولها أثرها، بل كما وصفها أهل العلم هي آية اشتملت على دروس مختصرة عظيمة النفع جليلة القدر في بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه.